صباح الخير، نطل عليكم اليوم من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في يومه الختامي. انطلق هذا المنتدى بالأمس في مركز المعارض التابع لإكسبو 2020 دبي. هذا المركز الذي يستضيف على مدى فترة إكسبو الكثير من المؤتمرات الاقتصادية بهدف دعم الاقتصاد العالمي. اليوم نتحدث تحديدا عن دول إفريقيا في هذا المنتدى. الكثير من التصريحات المهمة أدلى بها المفوض العام للاتحاد الأفريقي في إكسبو 2020 دبي صباح اليوم، والذي أكد بأنه إكسبو 2020 دبي يشكل فرصة ذهبية لدول القارة السمراء للنهوض باقتصادها والنهوض باقتصاد العالمي أيضا بشكل عام. كما تحدث أيضا بأن الاتحاد الأفريقي يستهدف استقطاب 200 مليار دولار، رقم كبير من الاستثمارات من خلال مشاركته في إكسبو 2020 دبي. لنتحدث أكثر عن هذا المنتدى الذي تستضيفه غرفة تجارة دبي هنا في مركز المعارض، يسعدني أن ينضم إلي عمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي. أهلا وسهلا بك معنا. السلام عليكم، فرصة سعيدة. وعليكم السلام. دعنا نتحدث عن أهمية المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال وأهميته بطبيعة الحال في دعم اقتصاد أفريقيا والعالم. طبعا هذا المنتدى يعني مهم كثير، عشان من أكبر المنتديات اللي بتحصل في هالفترة. الفعاليات وقفت في وقت تحديات الكوفيد، وحين عندنا في هذا المنتدى 3000 شخص على فترة اليومين اللي بيزورنا، ومنهم طبعا 2 رؤساء دول، نائب رئيس، و 47 وزير، وبالإضافة إلى رجال الأعمال، كبار رجال الأعمال. وحين نحن يعني طبعا تحت منصة إكسبو، وتحت وفي دبي ودولة الإمارات، نعيد الحياة إلى الحياة العالمية، إلى التجارة العالمية. وأنا متأكد وأضمن لك أن من هذه الشرارة الصغيرة اللي بتطلع اليوم بتكون تغيرات وأحداث كبيرة بتطلع إن شاء الله في الأيام القادمة. القارة الأفريقية زاد التجارة إلى رقم قياسي 50 مليار دولار في سنة 2020، في أقصى وقت كوفيد وأقصى تأثيره على الاقتصاد العالمي. القارة الأفريقية تجارتها مع دبي ودولة الإمارات وصل 50 مليار دولار. هذا يدل على أهمية هذا السوق، وبعد هذا السوق ما نضج. وهذه الفترة نحن ياسين نأكد للرجال الأعمال اللي في دبي وفي دولة الإمارات أن يمتازون الفرصة أن يدخلون في السوق الأفريقي، مو بس بالتجارة ولكن بالاستثمار في المصانع، في التكنولوجيا، في السياحة، في كثير من القطاعات المهمة. فيها 54 اقتصاد في الدولة، فالخيار واسع لك الرجال الأعمال. وكل العالم الحين من الصين إلى أمريكا إلى أوروبا كلهم يروحون الحين من مركزين على أفريقيا. سيد عمر، جميلة جدا الجملة اللي قلتها ومليئة بالتفاؤل، وهذا ما عودتنا عليه دبي. عندما قلت بأنه دبي تعيد الحياة بعد جائحة كورونا تحديدا التي طالت جميع اقتصادات العالم، الجميع يتحدث عن تجربة دبي الناجحة والملهمة في تطورها الاقتصادي على مدى السنوات، نتحدث قبل كورونا وأيضا سرعة التعافي التي تمكنت من تحقيقها دبي ما بعد الجائحة. يعني نحن ما زلنا في الجائحة، لكن ما شاء الله دبي تستضيف أحد أكبر الأحداث العالمية. كيف تعلق على ذلك؟ بقول لك يعني إكسبو مثل ما يقولون بالإنجليزي connecting minds and creating the future، وأنا أسميه أكبر عصف ذهني في العالم اللي يحصل حاليا. طبعا دولة الإمارات ودبي وكلنا يعني مشتغلين مع بعض، مع ناس من 200 دولة اللي ياسين حققه حاليا، اللي يقولنا you have done very well، أقول no we have all done very well. نحن مشتغلين، أنت من دولة أنا من دولة، في 100 ناس يعني آلاف الناس من دول مختلفة، نحن نشتغل مع بعض وناخذ الآراء المختلفة، ناخذ ونكلم الخبراء المختلفين ونتخذ القرار. وطبعا القيادة وايد مهمة، تلم كل المعلومات وتاخذ آراء، ولكن آخر شيء تاخذ قرار. ما عندنا وقت، ونحن طبعا دولة صغيرة، الدولة الصغيرة لازم تكون سباقة ولازم تتخذ القرار بطريقة شديدة ولازم تكون سريعة.
الإمارات كبيرة بأفعالها وطموحاتها وأحلامها وتنفيذ هذه الأحلام بالتأكيد. دعنا نتحدث عن غرفة دبي التي تمثل الشريك الإعلامي شريك الأعمال في إكسبو 2020 دبي. حدثنا عن تواجدكم في المعرض. طبعا نحن الشركاء الرسميين للأعمال مع شراك مع إكسبو 2020. فطبعا نحن تحت مظلة إكسبو ياسين ننظم تقريبا 20 منتدى مع إكسبو في مثلا المنتدى العالمي الأفريقي، المنتدى العالمي لآسيان، لأمريكا اللاتينية وآخرهم. فطبعا نحن مشاركتنا في المنتدى طبعا هي حلقة وصل كبيرة في الأفق الأعلى، ولكن طبعا عندنا نحن في الدول الأفريقية مكاتب متواجدة، فالرجال الأعمال الحين يبتدون الحوار عن أفريقيا، وبعدها عندنا ويبينارز وعندنا اجتماعات صغيرة، وآخر شيء لما رجل الأعمال جاهز أن يقول أنا جاهز يا عمر أروح إلى الدولة الأفريقية، شو اقتراحك ومتى أروح ومين اللي بيستضيفني، عندنا بعد مكاتب تساعدهم. إذن سيد عمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية، كل التوفيق. يعني كما سمعنا من السيد عمر، غرفة دبي لوحدها تقوم بالاستعداد لعشرين منتدى هنا ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي. يعني سنطلع عليكم من الكثير من الأحداث الاقتصادية الهامة ضمن هذا المعرض العالمي. والآن نعود إليكم في الاستوديو.